تفاصيل جديدة في وقعة العثور على 5 جثث داخل مزرعة بمدينة الشيخ زايد. خبر بيقول كشفت مصادر مسؤولة اليوم الخميس تفاصيل جديدة بوقعة العثور على 5 جثث داخل مزرعة بالريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد. وقالت المصادر أن الجثث كانت لشخص يدعى عادل أبو زيد 55 سنة وابنتيه عمرهم 17 و28 سنة واثنين من أحفاده أكبرهم 8 سنين. وأضافت المصادر أن ابن المجني علي الأول اكتشف الجريمة وأبلغ الشرطة. كانت جهة التحقيق انتقلت رفقة خبراء الأدلة الجنائية يوم الخميس إلى مزرعة بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر لمناظرة 5 جثث لأفراد أسرة واحدة في ظروف غامضة حتى الآن. وأفادت التحقيقات الأولية بأن رب الأسرة مستأجر للمزرعة لشهادة الوقعة، وطلبت جهات التحقيق تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الوقعة.